مرحبا أصدقائي، توقفنا في الجزء الأول عند وصول عبان مع قاتليه إلى المنزل الكبير الذي كانت تملكه جبهة التحرير في تطوان، حيث دخل كل من بوصوف، كريم، محمود الشريف، وعبان، وعدد من رجال بوصوف المكلفين بتنفيذ المهمة، مهمة قتل الرفيق عبان رمضان. ألما دخلوا الغرفة الأولى بالبناية، وجدوا عددا من الأشخاص في انتظارهم، وبمجرد ما دخل عبان انقضوا عليه، كانوا حوالي 6 أو 7 أشخاص. بعد ذلك قيدوه، وقام أحدهم بالضغط على رقبته، وضيق الخناق على حلقه بكلتا يديه. تلك القبضة تسمى عادة الضربة القاتلة. كان عبان بفضل قوته الجسدية يحاول التخلص من أولئك الأشخاص الذين انقضوا عليه ويحاولون خنقه، لكن دون جدوى. كانوا كثيرين وكانوا أقوى منه، قاموا بجره وحمله إلى غرفة مجاورة وبوصوف معهم، ثم أغلقوا وراءهم الباب. يواصل بومنجل نقل الرواية التي سمعها من كريم بالقاسم. لما شاهدنا ما يجري تحركت بهدف النهوض لمساعدة عبان وتقديم النجدة له، لكن محمود الشريف أوقفني، مسكني من يدي وانحنى بي جانبا، قال لي بصوت منخفض جدا حتى لا يسمعه بوصوف: إذا تحركت سيقتلنا بوصوف جميعا. حسب تحقيق بومنجل، لم يكن كريم بالقاسم مسلحا، ومحمود الشريف كذلك لم يكن معه أي سلاح، لكن الأخير وضع يده في جيب معطفه لإعطاء الانطباع لرجال بوصوف الذين بقوا في الغرفة الأولى بأنه مسلح. يواصل بومنجل رواية تفاصيل الإجهاز على رجل الثورة ورفيق السلاح. من الغرفة المجاورة بدأت تتصاعد صيحات عبان، لقد كانوا بصدد خنقه، كنا نسمع صيحات عبان وضجيج القتلة، وفجأة بعد ثوان قليلة عم الصمت تلك الغرفة. بعد لحظة أخرى عاد بوصوف بطريقة شبه بدائية ومندفع جدا. يقول كريم: حسب تحقيق بومنجل، كان لبوصوف في تلك اللحظة رأس وحش لا رأس إنسان، وبدأ في توجيه الشتائم وأطلق تهديدات مباشرة ضد كل شخص يحاول في المستقبل أن يعامله مثل ما تعامل معه عبان. كان بوصوف يمشي داخل الغرفة بخطى متسارعة، يمشي في كل اتجاه، يأتي ويغدو وهو في حالة تشنج ويرتعش، كان جسمه كله يرتعش. وكان كريم بالقاسم يتخيل ويتساءل مع نفسه: إن لم يكن بوصوف يفكر في قتلهما كذلك، أي كريم ومحمود الشريف وهما في الغرفة. بعد فترة هدأ بوصوف بعض الشيء وأصدر الأوامر بمغادرة البناية. ركبنا جميعا السيارات التي جئنا على متنها وسلكنا اتجاه مدينة تطوان، لكن هذه السيارات توقفت بعد فترة قصيرة قرب بناية أخرى تملكها جبهة التحرير، بناية خالية. كان بوصوف ما يزال مترددا بشأن مصير كريم بالقاسم ومحمود الشريف. في داخل البناية عاد القلق والتشنج يتملكان بوصوف، لقد كان قلقا ومتوترا، وبدأ يسير في الغرفة، يأتي ويروح وهو ينطق ببعض الكلمات غير المفهومة والتهديدات، وهذا في كل مرة يصل فيها أمام كريم بالقاسم. لقد كان يتوقف أمامه وهو هائج ويحدق فيه كثيرا ثم يواصل السير. في النهاية انطلق الموكب من جديد، لكن هذه المرة ليتوجه نحو المطار أين كانت الطائرة في الانتظار ومستعدة للإقلاع. قبل الصعود إلى الطائرة، وهذا حسب شهادة كريم، استنكر هذا الأخير ومحمود الشريف قتل عبان وأدانا جريمة بوصوف، وقال له أنه يتحمل وحده المسؤولية. وبمجرد وصولهم إلى تونس أخبر كريم ومحمود الشريف الأخضر بن طوبال الذي عبر هو الآخر عن سخطه، وقرر الثلاثة الحفاظ على القضية سرا بشكل مؤقت. وبالطبع بعد فترة قصيرة وجدوا أنفسهم في وضعية صعبة جدا ومعقدة، فقد بدأ الكل بمن فيهم أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ بمعرفة أخبار عبان رمضان. قال كريم وبوصوف وابن طوبال الذين جاءوا منذ فترة قصيرة من المغرب أن عبان يقوم بمهمة كبيرة وسرية في المغرب. استمر هذا الوضع عدة شهور إلى غاية اليوم الذي أعلنوا فيه بأن رفيقهم عبان دخل في معركة خلال اشتباك مع العدو في الجزائر واستشهد في ساحة الوغى، ساحة الشرف. هذه هي شهادة كريم بالقاسم. فمن خلال الوقائع
نلاحظ بأن كريم يؤكد تماماً أقوال أحمد بومنجل، والفرق الوحيد حسب كريم هو أنهم قرروا فقط توقيف وسجن عبان وليس قتله. لكن رغم ذلك لا أحد يستطيع تبرير مثل هذا القرار غير الشرعي، وليس فقط عملية وضع الكمين أو الفخ له وقتله. في هذه النقطة توجد شهادة قدمها أحد المساعدين المباشرين لبوصوف، إنه رئيس ديوانه خليفة العروسي. خليفة العروسي يؤكد 3 عقداء على الأقل قتلوه. يقول العروسي: أبلغني بوصوف في أحد الأيام، وهذا بحضور 3 من مساعديه المباشرين، أن قرار قتل عبان تم اتخاذه من طرف كريم بالقاسم، محمود الشريف، لخضر بن طوبال، أو عمران وبوصوف نفسه، وقد أظهر لنا وثيقة تؤكد أقواله، وثيقة مذيلة بتوقيعات هؤلاء 5. لكن العروسي خليفة لم يقدم أي تفاصيل تؤكد بأن الوثيقة حقيقية وأصلية أم لا، لأن بوصوف أظهر لنا الوثيقة بسرعة كبيرة ثم أخفاها ولم يتسلمها أي واحد منا لقراءتها، مضيفا قوله: لما وصلوا إلى المغرب كان بوصوف مرفوقا بعبد الجليل معاشو، أحد مسؤولي جيش التحرير بالمغرب. لكن لا يوجد ما يؤكد أن معاشو كان على علم بقرار قتل عبان. بالنسبة للكوموندوس المكلف بالقتل داخل المزرعة، فقد كان تحت مسؤولية أحد رجال بوصوف، ولكن من المحتمل أن هذا الأخير مثل المنفذين الآخرين لم يكونوا على علم بأن الضحية المكلفين بقتله هو عبان رمضان. يواصل بومنجل نقل شهادة خليفة العروسي رئيس ديوان عبد الحفيظ بوصوف: لم يتخذ بوصوف أبدا قرار قتل عبان بمفرده، فإذا لم يكن قد تحصل على موافقة رفاقه الآخرين فإنه على الأقل تلقى موافقة لخضر بن طوبال وكريم بالقاسم. هناك شهادة أو عمران الذي قمت أنا شخصيا باستجوابه في تونس بمجرد خروجي من السجن، لقد أعطاني رواية متطابقة للرواية التي تتحدث عن قرار توقيف وسجن عبان. لقد وافق على هذا القرار فقط، لكنه يحمل قرار ومسؤولية الجريمة للآخرين وحدهم. لقد حرر لي نصا مكتوبا حول هذه القضية. يقول بومنجل: يجب أن لا نترك أنفسنا نضيع أو نضل الطريق، فمهما كانت بشاعة الجريم فإن الخطوة المصيرية اتخذت ليس لما اشتدت يدي القاتل حول رقبة عبان، بل لما أوقعه رفاقه في الفخ، في الكمين، لما قام 3 أو 4 أو 5 من أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ وخارج إطار اجتماعات هذه الهيئة، ودون أن يكون للمعني أي فرصة ليشرح موقفه، قرروا بشكل فردي وشخصي توقيف وسجن أو قتل أحد إخوانهم. هذه هي الجريمة الأساسية. ألم ينفي أي واحد من 5 المسؤولية أو نفي الوقائع، بل هناك ما هو أكبر وأخطر. فإذا كان بوصوف وحده من يتحمل المسؤولية، لماذا لم يوجهوا له تهمة القتل أمام لجنة التنسيق والتنفيذ أو المجلس الوطني للثورة الجزائرية؟ عوضا عن ذلك لم يهتم هؤلاء وأولئك إلا بمشكلة واحدة، هي إخفاء الجريمة والتستر عليها. ففي كل اجتماع للجنة التنسيق والتنفيذ وخلال شهور لم يكن الأعضاء على علم بالأمر، خاصة فرحات عباس، كانوا يتطرقون باستمرار وبذهول لغياب عبان رمضان ويطالبون بمعلومات عنه. وفي كل مرة كان كريم، بوصوف وابن طوبال يضاعفون من التطمينات والتهدئة، أي تقديم الأوهام والكذب، وهذا حتى ظهور خبر موت عبان والذي غلف هو الآخر بكذبة أخرى، استشهاده في ساحة الشرف. نتيجة أخرى يجب التطرق إليها هي أن نظام العقداء 3 أو الباءات 3 بدأ بالفعل منذ تاريخ اغتيال عبان رمضان بالفعل من داخل لجنة التنسيق والتنفيذ، ثم داخل المجلس الوطني للثورة الجزائرية. من هذا التاريخ بدأ حكم الثلاثي كريم، بوصوف وابن طوبال. من هذا التاريخ أيضا يمكن القول أن هدفهم الأول، أي هدف العقداء 3، هو أن لا يترك أي أحد منهم يتفوق على 2 الآخرين. فلما طرحت فكرة رئاسة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية لم يتم تعيين فرحات عباس ثم بعده بن يوسف بن خدة إلا بسبب الخوف والشك المتبادل بين الأعضاء 3، لأن كريم كان هو من المفروض أن يكون رئيسا للحكومة المؤقتة، لكن لا بوصوف ولا بن طوبال وافقا على ذلك.
قدم كريم وجهة نظره في اغتيال عبان في نص مكتوب قبل فترة قصيرة عن مقتله، مشنوقا في فندق بمدينة فرانكفورت الألمانية عام 1970. لقد قتلوه بنفس الطريقة التي قتل بها عبان رمضان، مخنوقا في غرفة بفندق. يقول كريم بالقاسم: نصل الآن إلى مرحلة مؤلمة والتي تم حجبها بطريقة متعمدة وممنهجة، وتم تحريفها من طرف الرواة المتحيزين إنها قضية اختفاء عبان المأساوي. وخلافا لافتراضات محمد لبجاوي، سأقدم هنا كل مراحل البداية الواعدة وحتى النهاية القاسية لحياة هذا المناضل. إنني أنا من عينه أي عبان عام 1955 في منصب رئيس المنطقة المستقلة للجزائر العاصمة، كلفته خصوصا بربط بعض الاتصالات في داخل البلاد، لكنه للأسف بدأ في تشكيل مجموعة من أصدقائه بهدف فرض سلطته. كان يقوم بالتفرقة ويتعامل على أساس فئوي، وهذا الأسلوب جلب نحوه اهتمام ونظرات الشك والريبة من طرف معظم رفاقه في النضال. في مؤتمر القاهرة في أوت 1957 تم طرح قضيته على المسؤولين، فقرر هؤلاء إجراء تغيير عميق في تشكيلة لجنة التنسيق والتنفيذ. فقد كان الالتحاق المتأخر لكل من عباس فرحات، الدكتور لامين دباغين، وعبد الحميد مهري مناسبة لإحداث التوازن في تشكيلة الهيئة العليا أي لجنة التنسيق والتنفيذ، والتي كانت محل انتقاد متواصل. لقد تم إبعاد كل من بن خدة ودحلب، ومنحت فرصة أخرى وأخيرة لعبان رمضان من طرف المؤتمرين. إنه خطأ ومغالطة الإدعاء مثلما فعل لبجاوي بأن تجاوزات عبان تم إغفالها من طرف رفاقنا الثلاثة الجدد. إن فرحات عباس كان يعرف محدودية وسائل سياسته ومحدودية قدراته في تلك اللحظات، لذلك تراجع لما كان مطلوبا منه أن يواجه عبان لإجباره على تغيير سلوكه وجعل هذا السلوك أقل حدة وأن لا تطغى عليه روح السيطرة والهيمنة. لقد تم تكليف فرحات عباس رسميا من طرف أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ بتوجيه آخر إنذار لعبان رمضان، فقد بدأ يخيم جو من الحقد، وكان عبان يعمل على تضخيم هذا الجو بدون أي تواضع أو اعتدال منه. بعد وقت قصير من ذلك تلقى محمود الشريف تقريرا أرسله ضابط سامي بجيش التحرير الوطني يعمل بالحدود، وكشف محمود الشريف بأسى وأسف لأعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ أن عبان لديه اتصالات سرية مع الرائد حاج علي الذي كان قد انشق. هذا الأخير كان قد وافق على تحريك كتائبه إلى تونس لتطهير لجنة التنسيق والتنفيذ وتنتهي ببسط ديكتاتورية شاملة لعبان رمضان. هذه المعلومات عن هذه العملية الخطيرة والإجرامية جعلت العقداء الخمسة أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ يشكلون محكمة خلاص وطني. هذه المحكمة أصدرت حكما بسجن عبان رمضان. هذا الحكم المخفف تقرر حتى نربح بعض الوقت نستغله لاحقا لإقناع عبان بتغيير مواقفه وسلوكه، لكن للأسف سقط عبان في فخ أو كمين نصبته له مصالح بوصوف. لقد رفض بوصوف قرار العقداء بحبس عبان متحججا بأننا في ثورة وأننا لا نملك سجونا مضمونة ومحمية، وأؤكد اليوم بأن هذا الفخ كان سيؤدي بحياتنا نحن أيضا أنا ومحمود الشريف. إن بوصوف رجل قاس جدا، قاس لأنه يخاف من الآخرين ويشك في كل الناس. كان بوصوف قادرا على ارتكاب كل الجرائم، وما يقال عنه من أنه رجل دموي لا تخفى على أحد إنها حقيقة وليست أسطورة. إن الظروف التي قتل فيها عبان رمضان دفعت بنا أنا ومحمود الشريف لإعطاء كل التفاصيل لأعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ وعلى رأسهم فرحات عباس. في أوقات الحروب لا يمكن أن نكشف للرأي العام قساوة قائد لا يتورع في سفك الدماء. لقد اضطررنا لأن تعلن لجنة التنسيق والتنفيذ سقوط عبان في ساحة الشرف. كنت في تونس في 24 أكتوبر 1957 في نفس اليوم. أخبرني رشيد قايد أحد أهم المقربين من عبان عن مجيء عبان رمضان. جاء هذا الأخير إلى الفندق الذي كنت نازلا به
أخبرني عبان بالوضعية الجديدة التي تسبب فيها العقداء الثلاثة، فقد تم إقصاؤه من اجتماعاتهم. قال لي عبان أن كريم الذي كان يشتكي في الجزائر العاصمة من سلوك وتصرفات بن خد ودحلب لم يتم أبداً إبعاده وعدم إشراكه في اتخاذ القرارات والمداولات. لقد ذهب العقداء بعيداً، إنهم لا يحترمون أبداً قرارات المجلس الوطني للثورة الجزائرية. لماذا يتصرف العقداء بهذه الطريقة؟ قلت لعبان: ماذا فعلت لهم؟ لم يفعل عبان أي شيء ضد العقداء، فقد كان ينتقد ما يستحق الانتقاد. أجابني عبان بالقول أنه لا يستطيع أن يوافقهم عندما يقومون بأعمال تافهة. وجهت له انتقادات على عدم لطفه وتعامله بغلظة وشدة مع رفاقه، وذكرته بأنه نسي التوصيات التي أعطيته إياها في القاهرة. قلت له أن العمل الجماعي يتطلب الذكاء والقدرة والموهبة، لكنه يتطلب في نفس الوقت بعض الصفات النابعة من القلب. إن الحرب جمعت أناس جاءوا من كل الطبقات الاجتماعية، وأنت تريد أن تكون لهؤلاء الرجال نفي الرؤية لمشاكلنا. كان عبان قلقا ومتوترا وساخطا. قال لي: أطلب منك أن تقوم بتسوية هذه القضية، إبعاده عن اجتماعات لجنة التنسيق والتنفيذ، وإلا سأحمل رشاشي وأقتل البعض منهم. رديت عليه على الفور: هل قررت إرسالي إلى الخارج لتقول مثل هذا الكلام المؤذي؟ أتريد رأيي ومشاعري؟ أنت في حاجة لأن ترتاح، سوف نرسلك إلى أوروبا لتعالج أو إجراء عملية جراحية. كان عبان يعاني من القرحة المعدية وتضخم الغدة الدرقية، ولما تعود يكون الوضع قد تغير، لكن عبان رفض اقتراحي. كان العمل بالنسبة إليه ضرورة، كانت الجزائر في حاجة لكل أبنائها. بالنسبة إليه لم يكن أبدا يسعى للهيمنة أو السيطرة على الثورة، بل هدفه هو وضع لبنته مع لبنات رفاقه الآخرين لبناء الجزائر. كان عبان يعيش من أجل هذا الهدف، فوعدته بأن أستعلم ثم أرد عليه. لقد هدأ بعد ذلك وحدثني عن زوجته التي كان في انتظار مجيئها، وعن ابنه كان قد ولد قبل وقت قصير، وكلمني عن المستقبل أيضا. لكن في تلك الليلة كنت أرى المستقبل أكثر سوادا من أي وقت مضى. في التاسع صباحا نقلتني سيارة إلى منزل يقع خارج مدينة تونس. كان العقداء هناك مع لامين دباغين وعبد الحميد مهري قبل افتتاح أشغال لجنة التنسيق والتنفيذ. فاجأني عدم وجود عبان رمضان. أخبرني كريم بالقاسم أنهم لم يوجهوا له الدعوة للمشاركة في الاجتماع. أخبرتهم بأننا لا نستطيع في هذه الحالة أن نقرر أي شيء في غيابه، ثم بدأ الضجيج يسيطر على أحاديثنا. في حدود 11 جلسنا حول طاولة الاجتماعات. لقد رفضت رئاسة الجلسة، قد كنت تقريبا غير معني بالنقاش، وكان الجو ثقيلا ومكهربا. اتخذ دباغين ومهري نفس الموقف الذي اتخذته أنا، وهكذا وصلنا للانسداد، ولم يتم بحث ومناقشة أي قضية. بعد الظهر عاد العقداء بنفسية أفضل وقرروا توجيه الدعوة لعبان، وابتداء من الغد حضر عبان لاجتماعات واستعاد موقعه بيننا. لقد تواصلت اجتماعاتنا حتى 30 أكتوبر بطريقة عادية وبدون أي حقد أو ضغينة. كان علي أن ألزم الفراش لمدة 3 أشهر ممددا على لوحة خشبية ودون أي حركة بسبب حادث مرور خطير في المغرب. كنت على هذه الحال عندما اتصل بي عبان من تونس للإطمئنان على صحتي وليبلغني أنه سيقوم بمهمة إلى المغرب. طلبت أن يأتي عن طريق مونترو حتى أتحدث معه، فأخبرني بأن كل شيء على ما يرام وأنه سيزورني من دون شكلاك بعد عودته من المغرب. للأسف عبان لن يعود أبدا من المغرب. إنه مهري، هو من أبلغني بالنهاية المأساوية لصديقنا. لقد صدمت. هل عقداؤنا، مثل ما كان يردد عبان دائما، ليسوا إلا صعاليك وقتلة؟ لقد ذهب عبان إلى المغرب لحل مشكل مفترض مع جلالة الملك محمد الخامس، وتم استدعاؤه للمغرب ببرقية جاءته من بوصوف، وهي برقية مزيفة ومفبركة أعدت بالاتفاق مع عقداء آخرين أعضاء بلجنة التنسيق والتنفيذ. وسافر عبان مرفوقا بكريم بالقاسم ومحمود الشريف.
يجب أن نعرف ونصدق بأن هناك إصرار وترصد. فقبل سفر عبان إلى المغرب، تم إبعاد 2 من أصدقاء عبان، عبر عن رغبتهما في مرافقته من تونس إلى المغرب. الأول هو الرائد حاج علي الذي أرسلوه في مهمة إلى المغرب، والذي لم يعد منه أبداً، حيث قتل مخنوقاً في المغرب كذلك قبل أيام قليلة من قتل عبان. والثاني هو العقيد الصادق، حيث وقبل أسبوعين فقط من سفر عبان إلى المغرب، كلفه كريم بمهمة إلى القاهرة، أين بقي هناك 6 أشهر، حيث علم وهو هناك بوفاة صديقه. في تطوان كان قتلة عبان ينتظرونه في منزل تملكه جبهة التحرير. قام الكولونيل بوصوف بالاتفاق مع كريم بتحضير عملية قتله. لقد صعد في سيارة رفقة محمود الشريف وكريم بالقاسم. لقد ذهب عبان وهو مطمئن نحو مصيره، حيث كان الغدر والخيانة والموت في انتظاره. أول اجتماع للجنة التنسيق والتنفيذ تقرر في 14 فبراير، وكان مقتل عبان في صلب نقاشاتنا، ولم يكن العقداء فخورين بما فعلوا. لقد تمسكوا بأكاذيبهم التي تشبه أكاذيب الأطفال. لقد دخل عبان إلى الجزائر حسب قولهم. كنا نعرف أن هذا كذب، لذلك قررنا عدم الاجتماع مرة أخرى إلا عندما نعرف ما هو مصير عبان رمضان. بعد أيام قليلة في 19 فبراير جاء كريم لرؤيتي. قال لي كريم: لقد توفي عبان، أنا أتحمل مسؤولية موته، وأنا مقتنع، بل أنا مرتاح الضمير، إنه كان يشكل خطرا على الثورة، أنا لست نادما أبدا على قتله. قلت له: من سمح لك بأن تكون القاضي حتى تحاكمه؟ وأنت من يحاكمك؟ ألم تفكر بأن موت عبان سيسقط على رأسك وعلى رأس أبنائك في المستقبل؟ أنا لا أتصور ولا أؤمن أبدا بأن عبان كان متهما بالخيانة. خلال اجتماعاتنا بماذا كنتم تلومونه وتنتقدونه؟ لقد كان موضوعيا ومستقيما أخويا. في أي لحظة أبان عبان عن رغبته في السيطرة والهيمنة على الثورة، وأظهر سعيا لا ليبسط تسلطه وديكتاتوريته؟ أين نحن ذاهبون؟ إن القضية تتجاوز شخص عبان رمضان. لدينا قيادة لجبهة التحرير مشكلة من 9 أعضاء معينين من طرف المجلس الوطني للثورة الجزائرية، 5 منهم يجتمعون ويقررون التخلص من أحدهم. هل لديك الحق في اتخاذ مثل هذا القرار؟ لقد خلقوا سابقة خطيرة، إنها ممارسات القرون الوسطى. وصلت موجها كلامي لكريم بالقاسم: إذا واصلتم التصرف بهذه الطريقة فإنكم لن تنتهوا إلى تحقيق الجزائر الحرة، بل ستخلقون جزائريين بعدد العقداء. عبر كل من بن طوبال وعمار بن عودة عن وجهة نظرهما. لقد طرح مقتل عبان مسألة خطيرة، قمت بتوجيه هذه الكلمة لهم جميعا: إن الجزائر لا حظ لها، الجزائر بلد سيء الحظ، أبناؤها يغيرون من بعضهم البعض وغير منضبطين، يتفاخرون بالغدر والدسائس، يهملون الأساسيات ويهتمون بالأمور التافهة. إن المستقبل غير مضمون، وسوف يفرض المحتالون والخبثاء قوانينهم. بعد ذلك وجهت انتقادات لاذعة لمحمود الشريف، فقد ساند قتل عبان بحضوره تلك الجريمة البشعة. رد علي محمود الشريف بقوله: لقد كانت نيتي سليمة، كنت أظن أنهم سيبعدونه فقط. فقلت له: إبعاد أو قتل، القرار كله كان خاطئا، لم يكن خطأ فقط، لقد كان جريمة. إذن أصدقائي، لقد كانت هذه أبرز النظريات والروايات والقصص التي انتشرت حول اغتيال عبان رمضان. جمعناها لكم من بعض من عايشوا تلك الفترة، ومن مقربيه أيضا، وبعض قادة الثورة أنفسهم. وقد تكون هذه الروايات صحيحة وقد تكون خاطئة، لكن الشيء الوحيد والمؤكد هو أن عبان رمضان قتل من طرف رفاقه في السلاح.